أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال الذي بعثه الصالح من الدمام، يقول: ما الفرق بين الدين والقرض والسلم؟ الدين اسم عام يشمل القرض ويشمل السلم، والقرض هو أن يأخذ مالا يقضي به حاجته ثم يرد بدله، هذا هو القرض، وفيه فضل عظيم وأجر للمقرض، يسمى بالقرض الحسن الذي لا يقصد من ورائه استثمارا، لا يقصد من ورائه استثمار، وإنما يقصد الأجر ويرجع إليه ماله، هذا هو القرض. أما السلم فهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يعني تعجيل رأس المال وتأجيل السلعة. تاجه الناس هو عقد طيب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بضوابط معلومة إلى أجل معلوم، ويكون الكيل والوزن معلومين، أن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا هو السلم. قد يحتاج المزارع إلى ما أو صاحب الشركة إلى ما يمول شركته أو زرعه، فيأخذ من التاجر دراهم يمول بها أزرعته أو شركته أو مشروعه، ثم المستدين يحضر السلع التي أسلم فيها عند حلول الأجل، بشرط أن تكون هذه السلع مما ينضبط بالوصف. نعم.